ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فيا عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لقد أمرنا الله تبارك وتعالى وانتدبنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتدبنا سبحانه وتعالى للنصح لكل مسلم وكنا قد توقفنا عند حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي رواه مسلم بسنده عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فلقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتناصح فيه عز وجل أن نتناصح في الإيمان بالله عز وجل وأن نتناصح في الإيمان بكتابه القرآن وأن نؤمن به وأن نعمل به وأن نحد حدوده وأن نحل حرام حلاله وأن نحرم حرامه وأن نؤمن بمتشابهه وأن نعمل بمحكمه أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننصح الناس في كتاب الله تبارك وتعالى وأن نذب عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ثم انتدبنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا وبين لنا أن من أهم أركان الدين أن ننصح في الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن نتناصح فيما بيننا أن نؤمن بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا ومرسلا من ربه تبارك وتعالى ومعصوما من الله عز وجل أرسله الله عز وجل للناس كافة للإنس والجن أرسله الله تبارك وتعالى خاتما للأنبياء والرسل أرسله الله تبارك وتعالى متبعا مختفيا آثار الأنبياء والرسل من سلفه الصالح من
سلفه الصالحين من الأنبياء والرسل والمصلحين. أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن ننصح فيه بأن الله تبارك وتعالى أرسله بالحق مبشرا ونذيرا، وأن نعمل بسنته، وأن نقتفي آثاره، وأن لا نحيد عن سنته قيد أمولا. وهو الذي قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك اليوم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل إلى أقوام جاهلين، أرسله الله عز وجل إلى أقوام مشركين كافرين بالله تبارك وتعالى، فأمره الله عز وجل بادئ ذي بدء أن يعفو وأن يصفح وأن يدعو إلى الله عز وجل سرا، ثم أمره الله عز وجل بعد ذلك أن يجهر بدعوته، ثم أمره الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالبراءة من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين ومن الجاهلية ومن الجاهليين، ثم أمره الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يهاجر الكفر، أن يهجر الكفر وأهله. أمره الله عز وجل بالهجرة من ديار الكفر والشرك به عز وجل إلى دار الإسلام. فهاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بالقتال، أمره الله تبارك وتعالى بالجهاد، أمره الله عز وجل أن يجاهد في الله حق جهاده وأن يقاتل من كفر بالله تبارك وتعالى. فاستجاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لنداء ربه تبارك وتعالى، ثم استقر حال النبي وأصحابه إلى القتال والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بعد أن نسخ الله عز وجل كل آيات العفو والصفح. ثم كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بادئ أمره أيضا كان يحارب قريشا، كان يحارب المشركين، كان يعاهدهم، ثم بعد ذلك في آخر حياته صلى الله تعالى عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى بالبراءة المطلقة من الشرك والمشركين ومن الكفر والكافرين، والبراءة من كل عهد وميثاق كان قد عاهده للمشركين. فنزل سورة بأكملها يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال ربنا تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان وإعلان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، أن الله وأذان من الله ورسوله إلى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم
وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فهذا إعلان وبيان وإخبار من الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله ورسوله براء من المشركين ومن كل عهد كان سبق قبل ذلك. فمن كان له عهد مطلق فأجله وقيده إلى 4 أشهر، ومن كان له عهد دون ذلك فأجله إلى 4 أشهر، ومن كان له عهد مطلق فأجله إلى 4 أشهر. ثم أمر الله بعد ذلك بالقتال، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا أمر، هذا الذي انتهى عليه حال المسلمين، هذا الذي انتهى عليه حال دين الله، دين الله تبارك وتعالى. فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيلهم، إن الله يحب المتقين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. هذا الذي استقر عليه حال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحال أصحابه، هذا الذي مارسه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قاتل قريشا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي حنين وفي غيرها وفي تبوك وفي بني المصطلق وفي غيرها من غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما نزلت تلك السورة أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبا بكر وهو حاج بالناس أن يقرأ عليهم سورة براءة، ثم أرسل في عقبه علي رضي الله تعالى عنه من عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا ومعلما ونابطا لكل عهد كان قد تم قبل ذلك. فما بال أقوام اليوم يحتجون على المسلمين لم يدعوا قاعدة من قواعد الدين إلا ونقضوها، ولم يتركوا أصلا من أصول الدين إلا ونقضوه، ولم يتركوا ثابتة من ثوابت الدين إلا وعملوا في تغييره وعلى تغييره. وهم يحتجون بذلك، وهم يحتجون لذلك بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم في أول أمره. ولقد كانت الأمور تدرجا قبل ذلك، كما تدرج الأمر في شارب الخمر، كما تدرج الأمر في شارب الخمر، فكان شرب الخمر قبل ذلك من المعقول عنه، ثم منع بعد ذلك أن يقرأ الصلاة وهو سكران، ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابتعدوا عنه واتركوه وحرموه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون عن ذلك محرمون له؟ فقال أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انتهينا، أيثم لمؤمن بعد ذلك أن يحتج بهذا التدرج على شرب الخمر وعلى جوازه؟ أيجوز لمسلم بعد ذلك أن يحتج بترك الصلاة وترك فريضة الصلاة لأنها لم تكتب ولم توجب على المسلمين إلا في السنة الخامسة؟ أيجوز لمؤمن أن يعطل الحج لأنه لم يفرض على المسلمين إلا في السنة التاسعة من الهجرة؟ أيجوز لمسلم بعد ذلك أن يحتج بمعاهداته ووعوده ومواثيقه للمشركين والكافرين بفحال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أول البعثة؟ أيجوز لمسلم أن يحتج بعد ذلك، بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه: اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد أكمل الله عز وجل دينا، أكمل الله عز وجل دين نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأتمه وارتضاه لنفسه وللمؤمنين دينا. أيسوغ لمؤمن بعد ذلك أن يزيد أو أن ينقص في دين الله عز وجل، أو أن يحتج بسالف الأمر قبل تمام هذا الدين؟ أيسوغ لمسلم بعد ذلك أن يعمل عقله وهواه الباطل مع ثوابت هذا الدين فيغيرها، فلا يترك ثابتة من الثوابت ولا قاعدة من القواعد إلا ويعمل فيها عقله مغيرا إياها، فيأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أو بقوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقول برأيه بعد ذلك: لقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخالط القوم في أول دعوته قبل أن يؤمر باجتناب الطاغوت، ونحن نفعل ذلك اليوم حتى نتمكن ويتمكن لنا ديننا. أيسوغ لمؤمن أن يقول مثل ذلك؟ أيسوغ لمؤمن أن يقول قد أقر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وكان يطوف بها وبها ما بها من الأصنام والأوثان، ثم بعد ذلك لما تمكن وعاد فاتحا كسر الأصنام؟ فيجوز لنفسه بعقله الخاص ويسوغ للمسلمين بعد ذلك أن يمروا أو أن يعبدوا الأوثان والأصنام حتى يتمكنوا ويتمكن لهم دينهم، ثم يأتي إلى ذلك فيقول ويعبد إلى أمور وقواعد الشريعة بعقله فيقول: إذا ما رأى أقواما يعبدون صنما ويسجدون له ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة ويتحاكمون إلى عرفه وإلى دستوره، يقول: نحن لا نطلب القوم يعبدون هذا الصنم وحده، بل ندخل في أحلامهم وفي أحزابهم
وفي مجالسهم وفي أعرافهم وقوانينهم لئلا نتركهم والفرصة سانحة لسانحة لهم. ولكن ندخل في هذه المجالس ونعبد هذا الوثن ونسجد له إلى حين حتى نتمكن بعد ذلك لئلا نتركه له، فيتمكن بعد ذلك من رقابنا ومن سن قوانين أضيق علينا. فنحن إذا نقلل المفاسد ونكثر المصالح، فبدلا من أن يدخل في تلك العبادة زنديق كافر يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فنحن ندخل وندخل الصلحاء في تلك المجالس حتى يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. أليس هذا بأخف ضررا؟ أليس هذا بأكثر للمصالح وأقل للمفاسد؟ هذا حال القوم اليوم، إنهم لا يتركون شاردة ولا واردة من الشرك أو الكفر أو الظلم أو العصيان. يدخلون المرأة في تلك المجالس وتلك الأحزاب، يقولون نعم نحن نعلم أن ذلك مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، ولكن انظروا إلى فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. إذا دخلت المرأة في تلك المجالس وهي صالحة تقية عابدة لله تبارك وتعالى، تأمر بالخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا خير؟ أم أن نترك ذلك المجال لزنديق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويأمر الناس بالكفر بالله عز وجل؟ أي الأمرين أهون وأي المفسدتين أعظم؟ وهكذا يجيزون دخول المرأة واختلاطها بين الرجال. لماذا؟ لأنها خير من زنديق. هكذا أيضا يجيزون بمفهومهم ذلك أن تفعل المرأة المخالفات، كأن تغني مثلا فتح الباب على مصراعيها. إذا كنا ننكر ذلك اليوم فسيضرونه غدا، وقد أصدق له أصلا من أهوالهم وأفهامهم. كذلك تدخل المرأة المحجبة الصالحة المؤمنة لتغني بين الرجال. لماذا؟ لأنها ستغني بكلام صالح فيه مديح وفيه دين. أذلك خير أم أن نترك الغناء للزنادقة فيغنون بالكفر والضلال والعصيان؟ أي المفسدتين أعظم وأي المصلحتين أعظم؟ كذلك أيضا سيجيزون النقص للمرأة إذا كانت صالحة وإذا كانت محجبة إذا كانت منتظمة، لأنها ستغرس بين الرجال بحشمتها بدلا من أن نترك الرقص لامرأة عالية زنديقة تتكشف بين الرجال. كذلك أيضا من هذا المنطلق إنهم أيضا يجيزون الزنا للمرأة أيضا إذا كانت صالحة وتكون مع صالح، لأنها سيتخلق من ذلك الزنا ولد صالح يوحد الله عز وجل. هذا خير من أن نترك الزنا للزناة الزنادقة فينتج من زناهم أبناء كافرون يكفرون بالله عز وجل. لا بد لنا أن نتفهم فقه الموازنة، فقه المفاسد والمصالح، وهكذا يعملون إلى الثواب بما ينقضونها. وما الزنا والغناء والرقص؟
بأجل من الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك بالله عز وجل في الدخول إلى تلك المجالس النيابية الكفرية أو الخضوع تحت مظلة دساتير كفرية بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لئلا نترك عبادة الطواغيت لغير المسلمين فيضيقون عليهم أمرهم. هذا هو حال القوم اليوم، إنهم يفسدون في الأرض أي ما يفسد، إنهم يفسدون في الأرض باسم فقه الموازنة وفقه الواقع وتكثير المصالح وتقليل المفاسد، وهكذا يجيزون للمرأة بعد ذلك إذا ما دخلت إلى تلك المجالس النيابية فإنهم لا يستطيعون بعد ذلك أن يعدوا حدودها، فإذا ما دخلت وترشحت وانتخبت كعضوة في تلك المجالس النيابية يحق لها بعد ذلك بمنطوقهم وبتأصيلاتهم أن تترشح للولاية الكبرى وأن تكون رئيسة فوق الأنام. وهكذا بنفس المنطوق أيضا لئلا تترك هذا المجال، هي خير وهي مؤمنة تقية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أم أن نترك الرئاسة لزنديق كافر يأمر بالكفر والإلحاد؟ وهكذا وهكذا لم يتركوا مجالا إلا وفتحوه على مصراعيه، إن سلموا منه اليوم فلن يسلموا منه أبدا، ونسوا أو تناسوا فقه سد الذرائع، وهذه ليست بسد الذرائع، إنها كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فسد الذرائع في أمور مباحة إذا غلب على المسلمين أنه سيترتب على ذلك أو أنه سيكون ذريعة لمنكر أو لمخالفة، وجب على المسلمين أن يسدوا هذا الباب وأن يغلقوه، وهو مباح وقد يكون مندوبا أيضا كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما أراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأن يجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، أن يجعل لها بابين. وما منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما منع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فعل ذلك إلا سدا للذريعة لئلا يقول الناس أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يهدم الكعبة ويستهين بحرمتها. فالقوم كانوا حديث عهد الجاهلية، فسد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الباب سدا للذريعة، رغم أنه مباح بل أنه مندوب. كما أيضا أعرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل المنافقين لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، رغم أن الأمر مأمور به، أمر الله عز وجل بقتال هؤلاء، بل حكم الله عز وجل عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. سد هذه الذريعة، فما بالنا نفتح الأبواب على مصابيحها أبواب جهنم، نفتح للناس أبواب المخالفات، نفتح للناس أبواب الولاء والبراء لغير دين الله عز وجل، ثم نزعم بعد ذلك أنها ليست بولاية وأننا لم نوليه. إذا فتحت تلك الأحزاب أبوابها على مصابيحها لدخول غير المسلمين فيها كالنصارى واليهود والديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم، يقولون إننا لن نوليهم أي ولاية،
إنهم دخلوا طواحية منهم، إنهم صاروا أعضاء في ذلك الحزب، في ذلك الحزب. ثم بعد ذلك من حق هؤلاء الأعضاء أيضا أن يترشحوا بعد ذلك لمقاعد نيابية، ثم من حقهم بعد ذلك أن يترشحوا من خلال هذا الحزب أيضا إلى مقاعد رئاسية، فيكون النصراني أو العلماني ممن دخل في تلك الأحزاب المسمى ظلما وزورا وعدوانا بأحزاب إسلامية كالدغل ونصر، وأهيد بذلك إلى أن يطول به الأمد فيصير رئيسا. إن هؤلاء لا يفهمون ذلك ولا يعلمون، إن هؤلاء ينظرون خلفهم ولا ينظرون حتى تحت أقدامهم، إنهم يزعمون أن هؤلاء دخلوا طواعية. لا، إنهم ما دخلوا إلا لأن تلك الأحزاب ما قامت إلا على أصول غير دينية، بل حب ومنع كشروط ومواثيق وعهود على ألا تنشأ وتقوم تلك الأحزاب على أصول دينية أو عقدية أو عرقية أو جنسية. فإذا ما فتح الحزب يفتح على مصالح، يفتح للرجال والنساء، ويفتح للمؤمن والبار، ويفتح المؤمن والكافر والبار والفاجر، ثم بعد ذلك يتسلسل في حزبه إلى أن يصل إلى ما يصل إليه أي عضو في ذلك الحزب. فإذا ما وجه بأنه ليس بمسلم سرعان ما يحاج بأنه قد أنشأ هذا الحزب على غير أصول دينية أو عقدية. وهكذا تنقض عروة الإسلام عروة عروة، بماذا؟ بفقه الموازنات، بفقه المصالح والمفاسد. وهكذا يعبد غير الله تبارك وتعالى ويتحاكم إلى غير الله عز وجل، لئلا نتركها للزنادقة. نكفر كما يكفر الزنادقة، ونشرك كما يشرك الزنادقة، تقليلا للمفاسد وتكثيرا للمصالح. أي مصلحة وأي مفسدة أيها الأعمى، يا أعمى القلب والقالب، يا أعمى البصر والبصيرة، ألا ترى مفسدة أعظم من مفسدة الكفر بالله تبارك وتعالى؟ هل ترى هناك مفسدة أعظم من مفسدة الشرك بالله عز وجل، أو عبادة الطواغيت، أو التحاكم إلى تلك الطواغيت؟ إنهم يسوغون للأمة أن يدخلوا في مسلم طاعات الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، إنهم يسوغون للأمة أن يدخلون في مسلم طاعات ومزاجر وأدران الشرك وخراهة الشرك. لماذا؟ لأنهم سيعملون على تغيير الدستور إلى دستور إسلامي، يسوغون لأنفسهم أن يدخلوا في تلك المستنقعات الكفرية. وإذا دخل مؤمن بار في تلك المستنقعات الكفرية كيف يرى وكيف يبصر؟ إذا ما دخل المسلم في الكفر كيف يبصر وكيف يغير وكيف يصبح؟ ذلك الدستور إنه قد رضي ودخل في زمرة الكفر والكافرين، إنه قد انغمس في خراءة الشرك، إنه قد انغمس في خراءة الطواغيت، فكيف بعد ذلك ينقي نفسه؟ كيف بعد ذلك يخلص غيره وقد سن للناس الكفر صنوفا وألوانا؟ كيف ينقي، كيف يخلص، كيف يطهر تلك المستنقعات الكفرية الشركية؟ إنه يدخل في ذلك ويسوغ للناس أن يدخلوا في تلك المستنقعات. لماذا؟ لئلا نتركها
لئلا نتركها للأنجاس، لئلا نتركها للأوساخ، لئلا نتركها للزنادقة، لئلا نتركها لغير المسلمين، فندخل فيها لنعمل على تغييرها. هل هذا نصر لله عز وجل؟ هل هذا نصر لدين الله تبارك وتعالى؟ أبذلك يأتي نصر الله عز وجل؟ أبذلك نهتدي بهدي الأنبياء والرسل؟ هل ما إن الله عز وجل لا يؤتى إلا بالكفر به وبالشرك به وبالغوص في أضرار الشرك والكفر والطغيان؟ أبذلك جاءت الأنبياء والرسل؟ أم أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا وذروا ظاهر الإثم وباطنه اجتنبوه لعلكم تفلحون؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وادخلوا في أدران الطواغيت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يحل للمسلم حيال ذلك وتلك المستنقعات إلا أن يواريها التراب، إلا أن يعمل على هدمها، إلا أن يعمل على زوالها، إلا أن يعمل على إزالتها واجتنابها جملة وتفصيلا. أما أن يدخل فيها ليصلحها فهذا من عمل الشيطان، هذا ليس من هدي الأنبياء والرسل. والله عز وجل يقول في محكم آياته: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يجتنبوه، أمروا أن يعادوه، أمروا أن يتبرروا منه. أما هؤلاء أصحاب فقه وزنات اليوم فإنهم ما تركوا كبيرة ولا صغيرة إلا وفتحوا الأبواب على مصارعها لتجاوزها ولاقترافها بزعم باطل أنهم يعملون على إصلاحها، ولئلا يتركوا المجال لغير المسلمين أن يعيثوا بها في الأرض فسادا. ولقد صدق الحق في قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. ليس النصر في مستنقعات المجاري، ليس النصر في مستنقعات الطواغيت ودساتير الكفر، ليس النصر في المجالس النيابية أو المجالس المحلية، ليس النصر في المجالس الرئاسية لما لم تحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فيرد ذلك ويقول: نحن ما دخلنا إلا لتغيير ذلك. أيسوغ في الأذهان ذلك؟ أيسوغ في العقول ذلك أننا ندخل الكفر بقصد أننا سنغير هذا الكفر؟ فكيف لو مت على هذا الكفر قبل أن تغيره؟ يقول: نحن على مقاصد وعلى نوايا حسنة. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن المقاصد الحسنة لا تنفع عند الأعمال الفاسدة، إن المقاصد الحسنة لا تعلو فوق رأس صاحبها. لما لم يقترف الآثام ولم يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، هذا هو نهج الأنبياء والرسل الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب اليوم. يقول ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر حياته: اليوم. لم يقل الذين على مثل ما أنا عليه سابق، اليوم بعد أن أكمل الله عز وجل الدين. فلا يسوغ للمؤمن أن يحتج بما كان قبل ذلك،
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا هو الأصل في اليهود والنصارى والمجوس أن يقاتلوا وأن يقتلوا وأن يجاهدوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم أذلة وهم صاغرون. هذا الذي استثناه الله تبارك وتعالى من المواثيق والعهود أن يعاهد أهل الكتاب وأن يوادعوا وأن يعاقدوا على شروط يضعها المسلمون عليهم مقابل ألا يقاتلوا وألا يقتلوا، فإن نقضوا عهودهم رجعوا إلى أصلهم وهو القتال والمقاتلة. فما بالنا نقلب الموازين اليوم؟ ما بالنا نرتضي أن نكون فرقة من الفرق الضالة كلها في النار إلا واحدة الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دين الله عز وجل، فطرة الله تبارك وتعالى. فما بالنا نبدل ونبدل في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنته. اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، هم الشذاذ والنزاع من القبائل. هكذا يبين صلى الله تعالى عليه وسلم حال غربة الدين في آخر الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم مجددين لهذا الدين، وأن لا يحشرني وإياكم مبددين أو محرفين أو مزيفين لهذا الدين. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، نذكر أيضا بما صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يبين صلى الله تعالى عليه وسلم أن المسلم مؤمن ومسلم ومنضبط بعهوده وعقوده وبكلامه وأصوله، وأنه ليس إباحيا يستبيح كل شيء بحسب فهمه وبحسب عقله. فيقول بعضهم: نحن نعلم أن الديمقراطية كفر بالله عز وجل، لكنني أقصد ديمقراطية أخرى، أقصد معنى آخر له. هكذا تنتهك الحرمات، هكذا يكفر بالله عز وجل، هكذا تتعدى الحدود، هكذا والمواثيق والعهود، بزعم أنني لا أرجع إلى هذا المعنى ولكن أفهمها بفهم آخر وفهم خاطئ. أيسوق المسلم أن يسجد لصنم أو أن يتحاكم لكفر؟ ثم يقول: أنا لا أقصد ذلك، أنا لا أفهم هذا بفهم الشرك بالله عز وجل، ولكنني أقصد فهما آخر. إن لهذا الصنم
فكره وآلياته. إن لهذا الصدر فكر، إن لهذا المذهب فكر، إن لهذا الدين فكر، وله آليات أخرى أستطيع أن أعمل بها وأن أغتنم بعض تلك الآليات في تقليل المفاسد وتكثير المصالح. هكذا يقسمون الشرك إلى فكر وإلى آليات. كمن يقول: نعم أنا أعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد حذرنا من عبادة الأوثان والأصنام، بل وحرم تجارة الأصنام والأوثان وحرم بيعها، ولكني لا أقصد ذلك، إنني أريد وأفرق بين فكر وبين آليات. هذا الصنم إنه من حجارة، إنني لا أقصد الشرك بالله عز وجل به، ولكن أقصد الانتفاع ببعض هذا الصنم أو بعض هذا الوثن أو بعض هذا التمثال مثلا. أو يقول: أنا أعلم أن هذا الرجل زنديق كافر بالله تبارك وتعالى، ولكن عنده فكر كفري وعنده آليات أخرى، عنده خبرات، عنده جوانب أستطيع أن أستفيد منها في تقليل المفاسد وتكثير المصالح. وهكذا كمن انفصمت شخصياته إنهم أيضا يريدون أن يفصموا عرى الدين عروة عروة، إنهم يريدون أن يفصلوا بين العقائد وبين الأعمال والأفعال. إنهم كمن يقول لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا فهم المرجئة. المرجئة يقولون: يكفيك أن تؤمن بالله عز وجل بقلبك، يكفيك أن تعلم أن الله عز وجل واحد، يكفيك أن تعلم أن الله عز وجل هو الحق والأحق بالتعالم بالحكم بين الخلائق، وهو صاحب الحق في سن القوانين، يكفيك أن تعلم ذلك. ثم لا يضرك بعد ذلك أن تتحاكم إلى غير الله عز وجل تكثيرا للمصالح وتقليلا للمفاسد. هذا هو عقله. يقولون: من آمن بالله عز وجل فإيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، لا يضره بعد ذلك معصية ولا يزيد بعد ذلك طاعة. فيقولون: نحن نعلم أن الديمقراطية كفر بالله عز وجل، نعلم أن الدخول في المجالس النيابية كفر بالله تبارك وتعالى، لأنها تحت مظلة دستور اشتراكي ديمقراطي يؤمن أن الحكم للشعب وحده وليس بالله عز وجل. الشعب كله يعلم ذلك. يقول: المسلمون جميعا يعلمون أنه لا حكم ولا شرع إلا لله عز وجل، ويكفيهم ذلك، ولا مضاضة بعد ذلك أن يدخلوا في تلك المجالس أو أن يؤمنوا بتلك الدساتير حتى يغيروها أو حتى يعملوا على تغييرها. هكذا ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، وهكذا يفصلون ويفصمون بين العقائد وبين الجوانب والأفعال. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه لا يصح إيمان العبد حتى يعتقد بقلبه ثم يعمل بجوارحه ثم يكون إنسانا. لا يصح إيمان عبد بالله تبارك وتعالى إلا بعد أن يصدق وأن يعتقد وأن يؤمن أن الله عز وجل واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وحاكميته وأسمائه وصفاته، ولا يكون ذلك عنده حتى يقول ذلك بلسانه، ولا يكفي ذلك أيضا حتى يفعل ما يقتضي ذلك بجوارحه. وأنه إذا ما اعتقد بقلبه ثم نقض ذلك بقوله أو بفعله عاد كافرا
كان أبدا. هذا كافر، أن هذا ينقض إيمانه من قواعده. فالإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل وفعل، وهذا هو الذي يقبله الله تبارك وتعالى، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص أيضا بالكفر بالله تبارك وتعالى. فمن آمن بالله عز وجل وصام وصلى وحج وزكى وزعم أنه من أئمة المسلمين، ثم عمل عملا فيه كفر بالله تبارك وتعالى، أو شرك بالله عز وجل، أو نقض إيمانه بإيمانه بالطوائف مثلا، فهذا ينقض إيمانه من قواعده إن كان عالما مستبصرا بذلك، ولا ينفع بعد ذلك صلاته أو صيامه أو إقراره لما نقض ذلك بفعل. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فهم الذين يقولون الإيمان في القلب ثم يفعلون بعد ذلك ما شاءوا من المعاصي أو من الموبقات أو من الكفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك يحتجون أنهم على صلاة وعلى صلاح وعلى إيمان. فلنتبع عباد الله، فالإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقض بالكفر أيضا بالله تبارك وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قلبا وقالبا بقلوبكم وبأفعالكم. أما أن نحتج على فعل الكفر أو المعاصي بأننا نحسن النوايا وأننا نحسن المقاصد ونحسن الاعتقاد، فإن ذلك حاله كحال طائر يطير بجناح واحد. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال الصالحات بالنيات المخالصات. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أولا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ثانيا، أي أن يعمل وأن يعتقد، فلا يعتقد الشرك وأن يعمل الصالحات. أما إذا اعتقد الإيمان فقط ثم عمل ما ينقض ذلك فلا يرفع ولن يرفع الإيمان عن رأسه. كذلك إذا ما فعل الصالحات واعتقد الشرك لن يرفع، وإذا اعتقد الإيمان وفعل المعاصي أيضا فهو بحسب حاله. فلنتق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في أحوال قوم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني فعلوا المخالفات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني كانت مقاصدهم حسنة. وكذلك أيضا في حال المنافقين لما آمنوا بالطواغيت من دون الله تبارك وتعالى، قالوا: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أردنا وقصدنا وانتوينا الإحسان والتوفيق. فحكم الله عز وجل عليهم بعدم الإيمان لما لم تكن أعمالهم وفق ما أنزل الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا من ظاهر الأفعال، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا من باطن الأعمال. فلا بد من موافقة الباطن للظاهر والظاهر للباطن. ويسمى دين تسليما، هذا هو دين الله تبارك وتعالى، هذه القواعد والثوابت التي جاءت الأنبياء جميعا والرسل على تثبيتها وعلى تأصيلها وعلى تقعيدها، ولم يأتي أحد من المسلمين بنقضها أو بتغيير ثوابتها إلا في عهدنا هذا، عهد الإباحيات، عهد نقض العهود والعقود، عهد الفهدوة، عهد الطاغوت الذي عمى وطمع حتى على الإسلاميين
التساهل والإباحية في كل الثوابت. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن خواتمنا. كان صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ما يكفر بقوله: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيما صح عنه: اغتنم خمسا قبل خمسة، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سهرك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم حياتك قبل موتك. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن الرجل ليعمل الزمن الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تدركه الشقوة والسعادة عند خروج نفس، عند خروج روح. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بخواتيمها، إنما العمل بالخواتيم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله عز وجل حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يجزونك، اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يجزونك، اللهم عليك بالصليبيين ومن نصرهم، اللهم عليك باليهود ومن هابدهم، اللهم عليك بالديمقراطيين والعلمانيين والاشتراكيين، اللهم عليك بالليبراليين والوطنيين والقوميين، اللهم عليك بالملل كلها، اللهم احصهم عددا واهلكم مددا، اللهم لا تقل منهم احدا ابدا، اللهم انهم قد كفروا بدينك واستهانوا بانبيائك ورسلك، اللهم انهم قد صدوا عن سبيلك، اللهم انهم استحلوا حرمات عبادك وسفكوا دماءهم واحتلوا ديارهم، اللهم فأقم الدائرة عليهم، اللهم فأقم الدائرة عليهم، اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب انتقامك وعجائب آياتك، اللهم أغلق ديارهم وقبورهم نارا، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم عليك بأمريكا وأحلافها، اللهم عليك بأوروبا وأحلافها، اللهم عليك بالملل الباطلة وأحلافهم، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم أزل ملكهم، اللهم دمر الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمر سرايتهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم أرسل عليهم الصواعق والزلازل والأعاصير والعواصف والمحن، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم اكسر ضعفهم، اللهم واجعلهم أموالهم وعتادهم وغنائم وعيالهم غنائم الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الظالمين للظالمين، وأخرجنا والمسلمين أجمعين من بين أيديهم سالمين غانمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء موحدا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد والجهاد أئمتنا وولاة أمورنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعن من عن فضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. Allah.